لمناسبة إطلاق مبادئ حرية الإنترنت في لبنان وبرعاية المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات إجمع، نظمت مؤسسة مهارات وجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان لقاء في فندق لغري وسط بيروت. اللقاء سعى إلى إطلاع ممثلي وسائل الإعلام وقطاع المعلوماتية والاتصالات على ورقة مبادئ حرية الإنترنت في لبنان المنبثقة عن اجتماعات التحالف اللبناني لحرية الإنترنت. أما التحدي الأكبر الذي تواجهه حرية الإنترنت فيكمن على صعيد حقوق الأفراد والمؤسسات في علاقتهم مع الإدارات العامة، إذ إن لبنان رغم المبادرات المتعددة لاعتماد سياسة الشفافية والتحول إلى الحكومة المفتوحة لم ينجز إلا القليل على هذا الصعيد، فلا يزال الصحفيون والمواطنون والشركات وأصحاب المصلحة غير قادرين على الوصول إلى المعلومات التي هي بيد الإدارة العامة. نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد الزميلة كرمة خياط قالت إن في لبنان كل شيء حر إلى أن يمس بالسياسيين. أطلب تنظيم الإنترنت، تنظيم عمل المدونين للاعتراف بهم كجسم صحافي بلبنان، أطلب بتشجيع المواطنين، تشجيع الأشخاص إنه يلعبوا دور المراقب، يلعبوا دور السيتيزن جورناليست ويقدموا أكثر، أطلب بدل محاكمة المدونين بطلب محاكمة التشويش الإلكترونية اللي ما في صحافة بعتقد موجود ما تلقى تهديد، ما تلقى شتيمة، ما تلقى تجريح بالشخصي وكذب بحق الجسم الصحافي وحق أي فرد. أمل بمسح للمواقع الإلكترونية السياسية بلبنان لحتى اكتشف بمفاجأة أنه في 246 موقع هذا. كما كانت مداخلات لممثلين عن مؤسسة إجمع وخبراء معلوماتيين وقانونيين.